إنذار أحمر وجهه تقرير أممي للعالم حول أزمة الاحتباس الحراري التي تواجه كوكبنا والازدياد في الانبعاثات التي يمكن أن تدخل الغلاف الجوي. التقرير حمل البشر مسؤولية تغير نظام مناخ الأرض بشكل سلبي، مستندا إلى دلائل ملموسة حول تسبب نشاطات الإنسان في ارتفاع درجة حرارة الأرض 1.1 درجة تقريبا منذ القرن 19. درجة الاحترار العالمي يتوقع أن تصل إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة العام 2030، وسيستمر الارتفاع في درجات الحرارة بعد ذلك في تجاوز هذه العتبة، أحد البنود الرئيسية لاتفاق باريس بحلول عام 2050. عواقب الاحتباس الحراري هذه حذر التقرير من أنها ستستمر لقرون أو ربما لآلاف السنين، بما في ذلك ذوبان الجليد وارتفاع مستوى مياه البحر والمحيطات. كما أن التقرير الذي شارك فيه 234 عالما أكد أن الاحتراز يؤدي بالفعل إلى تفاقم الظواهر البيئية المتطرفة مثل موجات الحرارة والجفاف والفيضانات والعواصف، وهو ما يحصل حاليا في دول حول العالم كفيضانات ألمانيا وحرائق أمريكا وأوروبا. العلماء الذين أعدوا التقرير، ورغم أنهم دقوا ناقوس الخطر، إلا أنهم بددوا المخاوف أيضا بابتعادهم عن احتمالية وقوع أسوأ الكوارث المناخية على الإطلاق، وهو ما سيعتمد على الانبعاثات الكربونية مستقبلا. Gracias.